برعاية سعادة القنصل الفخري لجمهورية مالطا السيد أشرف قعوار وببركة قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمحافظة المفرق وقدس الأيكونومس ديميتريوس السماوي راعي الكنيسة. أقامت جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق بقيادة القارئ الأول في شمال الأردن رامي السماوي أمسية تراتيل بيزنطية ميلادية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. أي إله عظيم مثل إلهنا أنت هو الله صانع العجائب وحدك هاليلويا من البطن قبلك أوك بالصبح ولدتك حلف الرب ولم يندم هاليلويا يا ربنا الآتي يا إمانوئيل أنرنا بإشراقك مبددا أحزاننا أضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة الكنيسة مؤذنة بافتتاح بازار العيد الذي يشتمل على معروضات ومنتجات لسيدات المجتمع المحلي خاصة بأعياد الميلاد، وسيرصد ريع البازار لدعم العائلات المحتاجة في المنطقة.